قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أن يستغفروا، الاستغفار هو طلب المغفرة، فلا يجوز أن تطلب المغفرة من الله عز وجل لهؤلاء الكفار. وهل يجوز أن يدعى لهم بزيادة في المال والرزق؟ الأصل أنه لا يجوز، وذلك لأن مطلب المسلم أن يضعف هؤلاء. لكن لو كان المقصود من هذا الدعاء أن يستفيد المسلمون فلا بأس، وذلك في الذميين، فإن ابن عمر رضي الله عنهما دعا لذمي فقال: اللهم أكثر ماله، فلما قيل له في هذا قال: إنه أكثر في دفع الجزية، فيكون المسلمون قد استفادوا من هذا. وإلا فالأصل أنه يدعى على هؤلاء بقلة الأموال والعتاد، يدعى عليهم بأن يضعف قوتهم.